بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة. وآخر ما تكلمنا عنه من هذه الآيات، تكلمنا عن قول الله سبحانه: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فذكرنا أن الله عز وجل يذكر عباده بحقيقة الدنيا وأنها عبارة عن لهو وعن لعب، وكما بينا أن الله عز وجل ضرب لنا الأمثلة الكثيرة بالدنيا، قلنا على أساس يعني أن نفهم وندرك هذه الحقيقة، حقيقة الدنيا، وعلى أساسها بيتم التعامل. ودوما هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة، والآخرة خير وأبقى، بدي نتيجة ينبغي أن تستقر في النفوس أن الآخرة خير وأبقى. فاستقرت هذه المعرفة في النفس انطلق الإنسان إلى التفعيل، مش مجرد موازنة فقط بين الدنيا والآخرة. وبالتالي رأينا فعلا أن الآخرة خير وأبقى، ثم نقف عند ذلك، لا، دي نتيجة احنا بنصل إليها ليكون الإقرار بعد ذلك تفعيل حياتي على أساس طلب الآخرة، وهي الحياة كما قال ربنا سبحانه وكما بينا أن الله عز وجل ذكر عن حال ذلك الذي أفسد حياته وكان راغما في الدنيا، إن وفد على ربي سبحانه وتعالى في الآخرة يقول عند ذلك: يا ليتني قدمت لحياتي، يبقى الحياة هي اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعلمون. يبقى دي حقيقة لابد أن نعلمها وأن تستقر في النفس، ثم ننطلق إلى تفعيل هذا الأمر. يبقى أنت نراك من طلاب الآخرة، لا نراك من طلاب الدنيا. يبقى نعلم هذه الحقيقة، ولكن يا ترى طلب الإنسان بقى ما زالت الرغبة إلى الدنيا ولا تحولت هذه الرغبة إلى الآخرة؟ يبقى ينبغي أن تحول هذه الرغبة إلى الآخرة، ويرى ذلك كتفعيل عملي في واقع حياة الإنسان. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، قلنا يبقى دي حال الشدة حتجد أن الإنسان لا يلجأ إلا إلى رب سبحانه وتعالى، في حال الشدة. وواقع الآيات أو الآيات التي قرأناها في كتاب الله تبارك وتعالى تبين لنا هذه الحقيقة، في حال الشدة، في حال الضيق، لو وقع الإنسان في الابتلاء عند ذلك يتوجه بكلياته إلى رب سبحانه وتعالى ولا يدعو إلا رب المعبود سبحانه وتعالى، وعند ذلك ينسون هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى لما بيقع الكرب هتجد بقى الحقيقة، تظهر الحقيقة، يتوجه بكليته يا رب سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه لن يخلصه من ذلك الكرب وهذه الشدة وذلك البلاء إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وبالتالي مرت علينا
الآيات السابقة مرت علينا الآيات في سورة يونس، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، عادوا مرة ثانية ونقضوا هذا الوعد وذلك العهد والميثاق الذي أخذوه على أنفسهم. وإذا مثل الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. يبقى ده حال الإنسان، يبقى لما يقع الكرب أو الشدة هتجد أن الإنسان لا ينفك أبدا عن دعاء الرب سبحانه وتعالى سواء كان بليل أو نهار على أي حال وعلى أي وضع كان. يبقى ده هيكون حاله. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. نسى الكلام ده تماما، نسى أن كان في الضيق والشدة والكرب والبلاء عند ذلك تراه متضرعا يا رب سبحانه وتعالى لا ينفك عن الدعاء لا بليل ولا بنهار. ويجعل رب سبحانه وتعالى إذا كشف الله عز وجل عنه ذلك البلاء وأن جاء ربنا سبحانه وتعالى من هذه الغمة، هل يا ترى حيصدق فيما أخذه على نفسه من وعود ومواثيق ولا ينسلم من ذلك؟ في غالب الأحوال أعتقد ينسلم من ذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يبقى أول أمر فعلوه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى بدلا من شكرهم لله سبحانه وتعالى وبدلا من توجههم إلى الله عز وجل بالعبادة كما توجهوا إليه بالدعاء ويعلمون أنه لا يخلصهم من ذلك إلا رب المعبود. لا، ده الحال هينقلب إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. يبقى التهديد والوعيد لهؤلاء، يبقى قل يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يبقى فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يبقى في حقيقة لما بغى وتعدى ونقض الميثاق ده والعهد هتعود المضرة عليه، لا تعود على غيره ولكن تعود هذه المضرة عليه. يبقى نقض العهد والميثاق والوعد، يبقى لا تظن أنك فزت بذلك ولكن في الحقيقة هو يجلب على نفسه المضرة والشرور في الدنيا قبل الآخرة. وغاية الأمر أنك أنت حتتمتع في الدنيا مهما امتد بك العمر تتمتع ولكن متاع قليل، وماذا ينتظر ذلك الإنسان؟ ذلك القرآن بيعلمنا كيف أنظر إلى المستقبل، كيف أنظر إلى ما وراء الأحداث، يعني كيف أنظر إلى ذلك. يبقى مش عبارة عن دنيا وانقطعنا عنها، لا، ده ما وراء الدنيا. فنظر المؤمن دايما إلى ما وراء الدنيا، يعلم تبعات هذا الأمر أو هذا القول أو هذا الفعل، ما وراء ذلك الفعل أو ما وراء ذلك القول. القرآن بيعلمنا هذا الأمر، يعني لازم ما احنا بنقرأ كده. يبقى في حال الظهار مثلا، يبقى ما وراء هذه الكلمة ايه وراءها؟ يبقى هي عبارة عن كلمة بتلفظ بها الانسان، لكن لا، ده هي الكلمة دي لها تبعات لها احكام، وبالتالي قبل ان يتلفظ بهذه الكلمة يبقى بيرى تبعات الكلمة، فده هيمنعه من ان يتكلم بمثل هذه الكلمة التي يترتب عليها هذه الاحكام. يبقى ده حال الانسان. يبقى انا ارى الدنيا، ارى ما وراء الدنيا، ارى الكلمة، ارى ما وراء الكلمة. يبقى القرآن بيعلمنا كده كيف تكون النظرة المستقبلية وكذلك النظرة ما وراء الحدث أو ما وراء الدنيا. لذلك كما قالوا كما بين ربنا سبحانه فليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. متاع ده يمتد لإيه؟ تد سنة، 10 سنوات، 100 سنة، وبعد ذلك هتعلم الحقيقة، تفيق الحقيقة في الدنيا قبل الآخرة. لذلك أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يعني أين تذهبون؟ هتفر منين؟ يبقى أين تذهبون؟ يبقى لابد إن احنا نفد على رب المعبود سبحانه وتعالى.
ولا بد أن يكون المرجع والمآل إلى الله تبارك وتعالى. وعندها تجتمع الخصوم وعند ربك سبحانه وتعالى يجتمعون، وربنا سبحانه وتعالى يفصل بين العباد. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. إذا قلبوا القضية أساسا، مفروض أنه يشكر الرب سبحانه وتعالى على نعمته، لكن أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. يبقى الإيمان يكون بالحق والكفر يكون بذلك الشرك والعصيان، لكن هم قالوا ذلك. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بنعمائه، يعني زي ما احنا بنقرأ كده لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يبقى دي بلد آمن، يبقى هذه البلدة اللي هي مكة بلد آمن، يبقى ده من نعم الرب سبحانه وتعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بالنعمة، قلنا ان احنا بنحتاج الى تذكر النعم، قلنا لماذا؟ حتى لا ننسى وحتى لا نغفل وحتى نستزيد من عبادة الرب المعبود سبحانه وتعالى. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، يبقى عايشين في أمان، بلد آمن أهو، والذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف. يبقى لابد أن أنت العبادة تصرف لله تبارك وتعالى. ولذلك إحنا مر علينا في سورة النور تذكير العباد بنعم الله سبحانه وتعالى، قال وهي نعمة الأمن. ولكن إحنا نصل إلى نعمة الأمن إزاي؟ المقومات الإيمان والعمل الصالح. يبقى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى لما نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى كل دي ثمار، يبقى ثمار الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، هذا هو ثمار الاستقامة على أمر الله. يبقى لو أنا استقمت على أمر الله ما لنا؟ ما هي ثمار الاستقامة؟ هذه ثمار الاستقامة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، يكفي أن يكون ذلك الأمن بعد الخوف. نعمة الأمن هذه نعمة عظيمة، ولذلك فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وأمنه من الخوف. جعل مكة دي بلد آمن، من دخلها كان آمنا، حتى الطير يكون آمنا في هذه، حتى الزرع يكون آمنا في هذه البلدة. فربنا سبحانه يذكرهم بالنعمة، وبالتالي احنا نحتاج أن أتذكر دوما النعم، وأن عشان أنا لا أنحرف أبدا عن شكر ربي سبحانه وتعالى أو عن عبادته. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. بيكفر بنعمة، بيكفر بأو أو ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. يبقى من أجل نعم رب علينا سبحانه وتعالى نعمة التوحيد، وأن الله تعالى اصطفانا على ذلك الدين. تترك الدين ده إلى غيرك هتترك التوحيد إلى إيه؟ فعلى ذلك إحنا يعني ننتبه، دي نعمة من نعم رب، فأنت المطلوب أن تحافظ على تلك النعمة بمزيد من الشكر والعبودية لله تبارك وتعالى. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ يبقى دايما كده عواقب الأمور، يعني هذا الذي افترى على الله تبارك وتعالى الكذب، لما أشرك بالله سبحانه وتعالى، لما كفر بالله سبحانه وتعالى، هذا يبقى افتراء على الله تبارك وتعالى الكذب. وأليس في جهنم مثل الكافرين؟ يعني انتبه كده، ده ما قاله في الآخر إيه؟ يبقى دايما كده نتعلم ما وراء الفعل، ما وراء القول، يبقى مش عبارة عن قول أنا بتكلم به، لكن ما وراء القول. زي كده إنسان قذف إنسانا سواء كان رجل أو امرأة، يبقى هي كلمة، لا ده ما وراء الكلمة. لما أنا أنظر إلى ما وراء الكلمة يبقى عند ذلك حأمسك اللسان، أمسك اللسان. لكن لما لا يرى
تبعات الكلمة عند ذلك بيترك اللسان لينطلق بالشتائم والسباب إلى غير ذلك. فدي كلمة، يبقى أنا أنظر إلى ما وراء الكلمة، هل أتكلم بها أم لا. يبقى أنت أنا كفيل لفلان، أنا ضامن لفلان. يبقى البعض لما بيذهب كده إلى مكان ما وأراد أن يكون هناك ضامنا يتقدم أنا ضامن فلان، أنت عارف تبعات الكلمة، يبقى الذمة الآن تنشغل بدين فلان، فأنت تطالب بذلك، أنت هتطالب بذلك لو قصر أو يعني إن هو لم يدفع، أنت يبقى انشغلت الذمة وأنت ضامن كفيل، يبقى تسدد عنه. يبقى لكن يقول لك لا دي عبارة عن كلمة، لا كلمة دي لها تبعات. فقبل ما أنا أتلفظ بالكلمة يبقى لابد أن أقف على تبعات هذه الكلمة. ده القرآن بيعلمنا هذه النظرة، أنظر إلى ما وراء القول أو إلى ما وراء الفعل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يعني والذين جاهدوا فينا يبقى مجاهدة النفس لله سبحانه وتعالى، لنهدينهم سبلنا، هذه الثمرة هم. إن أنت يبقى لما الإنسان يجاهد نفسه لطاعة الله سبحانه وتعالى، يصبر على الطاعة، يصبر على المعصية، يصبر على أقدار رب سبحانه وتعالى، يصبر على طبيعة الطريق، لنهدي أنهم سبلنا، رب سبحانه وتعالى هيوفق ذلك العبد أن يستمر في طريقه المستقيم ويرى الأمور على حقيقتها، يرى الحق حقا، ورب سبحانه وتعالى يوفقه إلى تفعيل هذا الحق في واقع حياة، غير الباطل باطلا، وربنا سبحانه وتعالى يوفقه أن يبتعد عن ذلك الباطل. لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. معية الله سبحانه وتعالى لهذه الطائفة التي أحسنت في عبادة ربها سبحانه وتعالى وأحسنت مع الخلق. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. على الرغم أن احنا قرأنا في بداية السورة ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، بل في بداية السورة كده ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، في الحقيقة يعني جهاد الإنسان لنفسه ربنا سبحانه وتعالى ينتفع به، إن الله لغني عن العالمين، ولكن من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يقبل منا ذلك العمل بعدما وفقك إلى ذلك، فهو تفضلا وإحسانا عاما يتقبل منك ذلك العمل، وربنا سبحانه وتعالى يحفظ ذلك الإنسان ويؤيده. يبقى من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، يبقى لما أنا بجاهد نفسي كده في الطاعات، يعني إياك أن تمن على ربك سبحانه وتعالى، يمنون عليك أن أسلموا، قل لله بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لكن في الحقيقة دايما كده لما أتمم طاعة اعرف أن يعني تذكر منن الرب عليك، هذه نعمة من نعم الرب، أي طاعة احنا بنتممها هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، لولا ذلك المدد والعون من ربك سبحانه، لولا أن الله تعالى وفقك إلى ذلك ما كان بممكن ولا في استطاعتك أن تتمم أي جزئية من هذه الطاعة، ولكن هذا كان بتوفيق الله وبمنه ومدد وعونه سبحانه وتعالى. يبقى لما أنت بتجاهد نفسك لله سبحانه وتعالى في الحقيقة ده بيعود عليك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يبقى لما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بذبح هذه الأضحية يبقى أنت تقربنا الله عز وجل، لكن أنت فكر كده يعني ما هو الجزء الذي بيستفيد به ربنا سبحانه وتعالى من ذلك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يبقى في الحقيقة أنت اللي بتطعم منها وأنت أيضا اللي بتستفيد بيها، ومع ذلك يرتب لك الثواب طالما كان ذلك العمل لله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى غني عن العالمين، فلما بتجاهد نفسك انت لنفسك، يعني من عمل صالحا فلنفسه، انا بعمل صالحات، انا بصلي بصوم بقرا القران، كل ده بيعود عليك انت. ربنا سبحانه وتعالى ملك الرب سبحانه وتعالى لا يتاثر يعني بما تفعل، لا يزداد ولا ينقص ايضا من ملك الله نتيجه المعاصي، لا يزداد بنتيجة الطاعات بتاعتنا ولا ينقص بنتيجة المعاصي، لكن أنت اللي بتستفيد، أنت اللي بتنتفع بالطاعة كما أنت الذي تضر أيضا بالمعصية. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، يبقى دي حقيقة كده مستقرة. يبقى أنت لما بتجاهد نفسك لله سبحانه وتعالى اعرف أن مجاهدة العبد لنفسه تعود عليه هو بالنفع، ومع ذلك
ربنا سبحانه وتعالى حث العباد على ذلك، والذين جاهدوا فينا لما بيجاهد لله لنهدي أنه سبلنا. يبقى ده إنعام وإفضال، يعني ده مش مقابل أنك أنت بتجاهد، بقى أنا جاهدت نفسي لله، فده كان المقابل. هذا ليس بحتم ولا لازم على رب سبحانه، ولكن أعطاك ذلك تفضلا وإنعاما وإحسانا. تذكر دائما، يبقى أنا صليت، يبقى ده من توفيق الله ليا ان انا الحمد لله صليت. طب الصلاه كانت فعلا وجه فيها لله سبحانه وتعالى، يرتب عليها الثواب. الاولى كانت من فضل الله، والثانيه كانت من فضل الله. يبقى الاولى دي من فضل الله، فضل الله عليك ان الله تعالى وفقك الى الطاعه دي، ومن فضل الله عليك انه تفضلا وانعاما واحسانا قبل منا ذلك ورتب عليه الثواب. يبقى مع ان انا مامور بالصلاه والا مصلي يبقى في عقوبه. طب ان صليت وكانت وجهه لا تثاب، هل ده بالحتم اللازم على الرب سبحانه وتعالى؟ لا، ليس بحتم ولا لازم على الرب سبحانه وتعالى، ولكن ده تفضلا وانعاما واحسانا. وانا عشان كده بالطاعه انت بتزداد تواضع، تزداد انكسار بين يد الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان انا ارى هذه المنه من ربي، اولا ان انا وفقت الى الطاعه، ثانيا انه بمني ورحمتي وبكرم وجوده وانعامي واحساني قبل منا ذلك العمل ورتب عليه الثواب. لذلك احنا نتذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل احد منكم الجنه بعمله، يعني لن يدخل احد منكم الجنه بعمله ولكن بفضل الله ورحمته. طب ازاي؟ وتلك الجنه ورثتموها بما كنتم تعملون وما تجزون الا ما كنتم تعملون. ما هو انت اساسا لم توفق العمل ده الا بفضل الله ورحمته، والله تعالى قبل منك العمل بفضله ورحمته. يبقى عشان كده احنا لو اللي هيخشوا الجنه دولت دخلوا بفضل الله ورحمته. طب هم ده الاعمال ايه اللي تؤهله لذلك؟ نعم، لكن العمل ده كان من فضل الله عز وجل عليه ومن رحمه الله سبحانه وتعالى ان الله وفقك الى الصلاه، وكان من فضل الله ورحمته وانعامه واحسانه ان قبل منك ذلك العمل. يبقى الفضل اولا واخرا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. يبقى عشان النفس كده ما تغترش او يحدث نوع من انواع الزهو او العجب داخل النفس، ان هو اساسا بيقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق من ماله، يقرا القران، يستغفر بكثير ايضا الانابه الى رب سبحانه وتعالى، كثير التسبيح والذكر لله سبحانه وتعالى، كل ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبانعامه. يبقى بتوفيق الله وانعامه. افتكر دايما كده، وان جاهد فانما يجاهد لنفسه. بحقيقه الامر ده بيعود عليك انت. إن الله لغني عن العالمين، ربنا سبحانه وتعالى غني تماما، لم يأمرنا بالعبادة لحاجته إلى عبادة العباد، ولم ينهنا عن معصية لذلك في مضر الرب سبحانه وتعالى، لا يعني، ولكن هي النفع والمضرة بتعود على الفاعل. يبقى شر عاد عليك، خير عاد عليك، وما ربك بظلام العبيد وربك غني عن العبيد. دايما كده احنا بنذكر ما قال موسى عليه السلام، وقال موسى: ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد. يبقى لو كل الدنيا كده او الخلق من بدايته الى نهايته من انس وجن كفروا، فعلى ذلك لا يتاثر ملك الرب سبحانه وتعالى. فربك لم يخلق الخلق لحاجته الى الخلق، ولم يأمرهم بالطاعة لحاجته إلى طاعة العباد، ولم ينهوا عن معصية لأنها فيها مضرة على رب سبحانه وتعالى. فربك سبحانه وتعالى غني عن العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى كما احنا بنقرأ كده: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. يبقى انت في مقدمات وادي النتيجه، كلها من فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى لما انا فعلت الطاعه دي في حياتي، ده من فضل الله عز وجل لوحده، ومن انعامه واحسانه به، من احسانه سبحانه وتعالى به. ولما قبل منا ذلك كان بفضل الله وحده ومن انعامه واحسانه سبحانه وتعالى به. يبقى لذلك: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. يبقى مقدمه ونتيجه. لذلك قال: والذين جاهدوا فينا. يبقى أنا بجاهد نفسي، يبقى أنا بصحح إيماني، بصحح مصاري، أفعل هذا الإيمان في واقع حياتي لنهدي أنهم سبلنا. يبقى لما أنا بطلب من رب سبحانه وتعالى أن أستمر وأن أستديم على الطريق المستقيم، يبقى لابد من البذل، يعني لابد من البذل، مش عبارة عن دعاء. البعض كده يفرق ما بين العمل والدعاء،
يعني في أكثر الأحوال كده احنا بنفرق كده بين العمل والدعاء. الدعاء ده سبب الأسباب، لكن ده أساسا بتكلل به الأسباب السابقة، يعني ده من أجل الأسباب لكن ليه مقدمات. يبقى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، لكن قبلها إيه؟ وعدوا لهم ما استطعتم من قوة رباط الخير. يبقى خذ بالأسباب المشروعة وبعد ذلك أنا لا أركن إليها ولا يلتفت القلب التفاتة حتى لو كانت يسيرة للأسباب، قلبي لا يلتفت لغير الله سبحانه وتعالى، يبقى دي العبودية. وبالتالي أدعو، يعني أدعو ربي سبحانه وتعالى أعلم يقينا أنه هو الذي يصرف هذه الأمور، لكن أنا المطلوب أخذ بالأسباب. يبقى أنا متوكل على ربي سبحانه وتعالى، ليس التوكل على الله معناها هو ترك الأسباب، ولكن أخذ الأسباب غير قادح في التوكل. لو توكلت على الله حق توكله، بس التوكل يكون إزاي؟ دي ثمرة الإيمان، والإيمان لابد أن يكون مفعلا. والذين جهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا، يبقى الذين جهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا. يبقى ليه ربنا سبحانه وتعالى جعلك على الطريق المستقيم ومستمر ومستديم على الطريق المستقيم؟ في مقدمة دائما كده اعرف، لو احنا لو الإنسان انحرف في مقدمة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ليس بظالم، قل هو من عند أنفسكم. يبقى ليه انحرف كده؟ يبقى عن الطريق المستقيم، يبقى نتيجة ان هو في خلل اساسا عنده وبالتالي انحرف، فكان ذلك الانحراف ظهر في ابتعاده عن طريق رب المستقيم. ما زال مستديما مستمرا على طريق رب المستقيم، يبقى في مقدمات انا بجاهد نفسي حتى لا انحرف، أجاهد نفسي عشان أستمر على طريق الهداية وأعلم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى ناخد بكل سبب من أسباب النجاة من النار، ومع ذلك قالوا وقنا عذاب النار. تقولش كده أنهم قاعدين ومقصرين في الطاعة ارتكبوا المخالفات والمحظورات وبالتالي وقنا عذاب النار، لا، لهم فاهمين المسألة بصورة صحيحة، فاهمين بياخد بكل سبب، ياخد بكل سبب أسباب النجاة ولا يركن إلى ذلك، لا أركن. يبقى من أسباب النجاة من النار يبقى بترك المعصية، من أسباب النجاة من النار أفعل الطاعة، بفعل الطاعة وبترك المعصية وبجتهد مع نفسي كده، لكن ده مقبول ولا لا عند ربي سبحانه وتعالى؟ يبقى على رجاء أن يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى، على رجاء من ذلك. هل يا طرح صلينا عرفنا مقبول ولا لا؟ لا، احنا ذكرنا قبل ذلك إبراهيم عليه السلام لما أتمر بأمر ربي سبحانه وتعالى وأقام القواعد كده بأمر ربي سبحانه وتعالى، ماذا فعل إبراهيم بعدما يعني فعل ما أمره الله عز وجل به؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يبقى قبول العمل، وبالتالي ده على حسب الإخلاص، من منا يقول أنه قد أخلص لربي سبحانه وتعالى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لكن أنا بجتهد بجاهد نفسي، بجاهد نفسي قدام مغريات الدنيا، ومع ذلك أنا أجاهد نفسي أترك هذه المغريات وأترك هذا المتاع حتى أرضي الرب سبحانه وتعالى. فبجاهد نفسي، بجاهد النفس الأمارة بالسوء، بجاهد الهوى، بجاهد الشيطان، بجاهد أيضا يعني شياطين الإنس والجن عشان أبقى مستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى، ومع ذلك لنهدي أنهم سبلنا. يبقى دي الثمرة. يبقى أنا باخد بالأسباب لكن أنا قلبي لا يركن إلى ذلك. يبقى أنا بصلي وبصوم وبفعل طاعات ومفعلش مخالفات، فأنت مطمئن الآن أنك أنت من أهل الجنة؟ لا، وقنا عذاب النار، أخذوا كل سبب أسباب النجاة ولا يكونون إلى ذلك، وقنا عذاب النار. يبقى لما دعوا بهذا الدعاء يبقى إياك أن تظن هم قصروا في الأخذ بالأسباب، لا، أخذوا كل سبب من أسباب النجاة ولكنهم عند ذلك يعني لا يكون لذلك، يعلمون أن النجاة بيد الله سبحانه وتعالى وأن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك والذين جادوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن الله لمع المحسنين، لا بد أن إحنا نكون من أهل الإحسان. الطريق إلى الإحسان إزاي؟ يبقى ده المفترض أن أنا أسعى إليه، أن أكون من المحسنين. يبقى الطريق الإحسان إزاي؟ أن أكون المتقين. الطريق للتقوى إزاي؟ يبقى لازم أنا أبحث، يعني أبحث، ده أساسا ده الطريق الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، والطريق المنقذ الإنسان من النار، والطريق الذي يساق الإنسان من خلاله إلى الجنة، أن تكون مع من المحسنين وأن تؤيد من قبل ربك سبحانه وتعالى. وإن الله لمع المحسنين. وهذه آخر الآيات التي ختمت بها هذه السورة من سور القرآن المكي، ألا هي سورة العنكبوت. حنقرأ
سنرجع بإذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لكي نذكر جانب من هذه الدروس المستفادة التي اشتملت على هذه الصورة، ونرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.